صحيح صحيح زين صحيح. شنو خلينا احنا نبتعد شوي عن الدراما التاريخيه، انت شنو تقييمك للمسلسلات الخليجيه او الكويتيه يعني؟ اوكي الان في وايد دراما موجوده وقنوات فضائيه حلو حلو تطلع حلو حلو يعني حلو. انت الان قاعد تمثل جانب انه قاعد يطرح دراما هادفه فيها صحيح. رسائل وفيها صحيح. فيها عمق تاريخي نعم. وفيها ابراز قدوات. في الجانب الاخر هناك مسلسلات قاعد تهدم وفيها كلام كثير يعني. والله يا شيخ شوف يعني انا ما ابي اني اسجل علي انا قاعد اهاجم ولكن راح اهاجم. الحقيقه الدراما الدراما الخليجيه او الدراما حقيقه فيها كثير من الهشاشه. الهشاشه على المستوى الفني، على مستوى الموضوع، وكذلك على مستوى المبالغه في التمثيل وضعف الاخراج. كل هذا موجود، ولكن يعني ما 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 هي الاضافه اللي انا اشاهدها عندما اشاهد كثير من المسلسلات الكويتيه؟ ما بيقول كلها، معناه يعني من اول ما تقريبا يعني خلينا نقول حقبه ما قبل الغزو كانت ترى في مسلسلات كويتيه جيده، في درب الزلق، في مسلسلات من هذا النوع، الاقدار، فيها موضوع، فيها شيء عن التراث الكويتي، حتى في موضوع حتى لو كان فكاهي ولكن جيد، تحس فيه حرفه. الان ما بعد التحرير الموضوع صار تجاره، والقصص كلها صارت قصص حب وطراقات وخيانات وعادات ليس لها اي علاقه بالمجتمع الكويتي. حتى انا احب انا اقول حق الناس يا جماعه الخير، المسلسلات الكويتيه لا تمثل المجتمع الكويتي. عجيب. لا تمثل المجتمع الكويتي، لان احنا غير، في بيوتنا غير، في قعدتنا غير، متحفظين، ناس اهل محافظه. اني نطالع المسلسلات الكويتيه ما فيها اي محافظه، البنت تطلع مع رفيجها، المش عارف ايش ما ادري شنو، يعني قضايا ما ابي انا اتعمق فيها، ولكنها للاسف بالنسبه لي انا، بالنسبه لي كمحمد، سيئه جدا. فانا هدفي ان شاء الله يعني، او هدفنا ان احنا نقدم نموذج يتم الاحتذاء فيه ان شاء الله، وراح نغير مثل هذه الأعمال.